متفقين ان المنتخب التونسي تركه تقيله، تركه تقيله جدا، وبالذات لما تورثها بعد حد زي منذ الكبير، فالموضوع صعب. بالنسبه على السيد جلال القادري الموضوع صعب جدا، والاصعب كمان ان لعيبه مهمه تتصاب قبل ماتشين مالي المهمين جدا في مسيرتك والمهمين جدا بالنسبه للمنتخب التونسي. اصابه وهاب الخزري واصابه ديلان برون جم كالصعقه على المدير الفني المنتخب التونسي، لان لو حبينا نتكلم على قوه ديلان برون في خط الدفاع فانت بتتكلم على لعيب مميز جدا في خط الدفاع المنتخب التونسي، لعيب بيدي تقل للمنتخب التونسي. ولو اتكلمنا على وهب الخزري فانت بتتكلم على كابتن التيم وبتتكلم على واحد من اهم العناصر الهجوميه اللي لم يكن العنصر الاهم في الخط الهجومي بالنسبه للمنتخب التونسي، فان دول يجوا يتصابوا قبل ماتش مالي حاجه غريبه بصراحه. يعني موضوع الكوفيد عرفنا ان المعامل كانت بتلعب بالنتائج بتاع الاختبارات، والكلام ده طبعا رومان مولينا هو اللي سربه وقال المنتخب التونسي كان بيتلعب في التحاليل بتاعته عن طريق المعامل التابعه للكاف والمعامل التابعه للكاميرون. عرفنا خلاص موضوع الكوفيد وعرفنا موضوع الاصابات، دلوقتي مفيش كوفيد ويتصابوا اللعيبه بتاعتك قبل ماتش مالي؟ لا يا عم بخرها يا عم، اذبح حاجه في ام المعسكر ده، ايه النحس ده يا جماعه؟ الموضوع في المنتخب التونسي بجد صعب جدا. ده كله كوم، وحته ان جلال القادري راح مرجع فرجاني ورجع الخنيسي ورجع المعز حسن وكان عايز يرجع واحد بكشري، ده كوم تاني اللي هو بالصلاه على النبي معز حسن مين اللي يرجع يابا؟ انت بتهرج ولا بتعمل ايه بالظبط؟ لكن الاعلام كان بيهاجم منذ الكبير على موضوع المعز حسن ده، فاحنا نرجع المعز حسن ونرجع فرجاني اساسي. طب فرجاني يعني مستواه اتغير مثلا لما منذ الكبير ما جابوش كاس الامم، مستواه اتغير بعد كاس الامم، طب اتطور طيب مع الدحيل؟ انا بدات احس ان عم وديع جايبك، يعني الموضوع صعب جدا بالنسبه لعم وديع. ما انت معلش لو كنت مدرب تصلح لاداره المنتخب التونسي صعب جدا وديع الجريك كان جابك تمسك المنتخب التونسي. يعني المشاكل اللي بتحصل في تونس حاليا بتخليك واثق ومتاكد ان الشخص اللي ماسك الاداره في تونس ده عنده مشكله. لا ما هو تبع زلال سياسي ما ينفعش ان احنا نشيله، ده الموضوع كبير بقى والموضوع خارج عالم كرة القدم. خلاص بقى الله كريم انتوا واصاباتكم، وان شاء الله باذن الله المنتخب التونسي يقدر ان هو يتخطى حاجز المنتخب المالي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبلاش تعمل لايك لان واضح ان الموضوع سياسة وهنتحبس كلنا، فبراحتك يا برو قول اللي انت عايزه، ان شاء الله خير.